مثل ما بنقول سلمى، مسك الختام مع الأكلة الطيبة، مع الريحة الطيبة، مع اللقمة يلي يمكن كل ست بتحاول إنه تشتغل كتير لحتى تعطي هي اللقمة الطيبة لأولادها لعائلتها، ويمكن هي متعة بحد ذاتها الأكل مثل ما بنقول سلمى. أكيد فرح، أجمل أنواع الحب بالحياة هو حب الأكل، هو الحب الوحيد اللي بيعطيك الطاقة والسعادة من دون نكاد، هو حب الأكل بصراحة. لا ما مشكلة، فينا ناكل شيء خفيف بيمشي الحال، واليوم معنا شغلات كثير هيك خفيفة ولطيفة رح نتعرف عليها. شكلها مرتب كمان سلمى، خلينا ما ننسى هذا الشيء، مع السيدة يمكن أتقنت هذا الفن وحتى عملت دورات أونلاين بشهادات دولية ومحلية، رح نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل مع الشيف رغد المزين. صباح الخير وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يسعد اوقاتك ويسعد صباحك شيف. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني مثل ما قالت فرح بالمقدمه عندك كثير نشاطات ودورات وشاركتي وبلشتي تعملي دورات اونلاين، خلينا نتعرف اكثر عليكي ونعرف الناس. رغد المزين ربيت منزل، دخلت على هالمجال تقريبا صار لي شي سنتين، لقيت ما في اقبال انه على الطبخ، يعني انه انا افتح مطبخ انه اني ودي طلبات او ابعت طلبات، فحبيت فكره التدريب انه في كثير صبايا، في كثير سيدات. صحيح، يعني اول شيء في سيدات وصبايا ما بتعرف، في سيدات تعرف بس بدها صقل لهالموهبه هي، انه توجهت للتدريب، اخذت شهاده اعداد مدرب محترف تي او تي بمركز علم وعمل عند الاستاذ محمد دياب، بوجه له تحيه. وبعد منها والله بلشت درب اونلاين، واخذت انا دورات كمان للمونتاج للتصوير، لانه هذا شغلي بالنهايه، هي مهنه اكيد، فتعبت عليها كثير والله، ما خليت دوره ما اخذتها بس مشان انه اوصل صوره عن شغلي بانه تكون يعني قد المقام. رغد، اليوم عم نشوف في انتشار كثير كبير مثل ما بنقول للشيفيه، اغلبهم الشباب اللي عم نشوفهم وفي ستات كمان، مواقع التواصل الاجتماعي اللي اجتاحت العالم، يمكن وصفه صغيره بتصير ترند وبيتناقلوها، حاولت تطبقي هذا الشيء على مواقع التواصل الاجتماعي تعملي صفحة؟ والله انا حاليا نشيطه بس على الفيس، ان شاء الله فيما بعد بدي يصير عندي ان شاء الله قناه، صير صانعه محتوى، بس بدها شغل وبدها تفرغ. أكيد. هلا حاليا بس مركزه على التدريب. طيب عم بتشاركي ب خليني اقول بازارات؟ والله شاركت بس ما لقيت كثير انه في الاستفاده اللي انت بدك، لانه انا اللي بدي اياها، بس فكره كثير حلوه يعني بتخلي الواحد عنده خبره مع الناس مباشر، غير انه مثلا على الموبايل على التواصل غير يعني. رغد، مين الذواق يلي بيقول لك انه واو شو هالطعم الشهي، يمكن اول ما تطلع من الفرن، اول ما تطفي تحت الطبخه، يعني انا هيك كثير بحب اني اكون انا موجوده. والله اول شيء ولادي، زوجي، عيلتي، يعني حتى والدي الله يرحمه كان يعني يقول لي تليفوني يقول لي بدي هي الاكله من ايدك. حلو. بابا زكاتك هي الاكله بدنا اياها اليوم. يعني حتى وقت يجي لعندي يطلب الاكله المعينه مثلا، يعني شو اطيب اكله بتعمليها؟ هلا هو اكيد كله طيب، بس هلا بتحسي اكثر شيء الكبه، البشاميل، يلا هدول والصحن الفرنسي، نحن يعني انا مطبخي تميز فيه. حلو، طبعا خلينا ننوه انه انت شرقي وغربي مدام، ان شاء الله حلويات كمان يعني وحلويات. هلا معنا انواع كثير، بس اذا فيني اخذ رح بلش بالحلو. هي حلو، لا انا ما رح افتح حلو، ذوق بصراحه ريحه المالح فظيعه، بدهم يسمحوا لي هلا بعد شوي بزيدوا. هي حلويات، اسمها حلويات احجار القلعه او مخرمشه، طبعا مشهوره كثير هي الاكله. هي قطعه هيك خفيفه حلوه مع فنجان القهوه، ضيافه كمان. كيف طورتي شغلك؟ خلينا ناخذ هي يمكن اقرب عليكي. هي كرات التمر يلا بالمكسرات، بس لو شو لو مو شوب كنا بدنا نساويها بالشوكولاته. المرة الجاية تفضلي ارتاحي. كمان هي ضيافة حلو هيك، هي يمكن بتكون مطلوبة كثير بشهر رمضان، برمضان وبالعيد الفطر مثل ما قلتي كثير مطلوبة. هلا من عندك فرح هي اذا بتريدي، وخلينا وهون البرق. سلمى، سلمى اختصاص برق، تفضلي. هاي البرق رح تندمي لانه انا ممكن بعد الحلقة اخلصهم كلهم. صح، هلا انا والمصورين والمخرج والكل يعني مدام شوي عن الانواع. هدول برق بلحمة وبجبنة، الريحة فظيعة فرح. أكيد دائما في الستات البيوت خصوصا خلينا نقول بيخافوا شوية من الأكل يلي بيكون بيشتروه جاهز، بفضلوا دائما إنه يشتغلوا بالبيت. هلا بس خليني أقول لك فكرة صغيرة، السيدات لما بتطلب من عندك
قديه بتكون هي مامنه انه في نظافه في اتقان، مو بس نحن شكل حلو او مثلا طريقه تغليف صح، كيف تقدري تثبتي حالك بالجوده بهذا الموضوع؟ هلا اللي بده يشتغل هالشغله بده يكون عنده صدق. ليش الصدق؟ اللي هو للاستمراريه. اذا ما كان في صدق، مثلا طلبت الزبونه بدها صنف معين، مثلا في ناس تقول لك انا بدي مثلا بالزيت البلدي، عندها حاله مرضيه بدي انا الطبخ بالزيت البلدي، خلاص بدي انا اكون صادقه لحتى يكون عندي استمراريه، بدي اقدم اللي عندي احسن ما يكون. واجمالا ست البيت صراحه يعني اثبتت انه طبخها احسن أكيد. من الجاهز طبعاً. والمطاعم المطاعم عندهم غربي بحت، يعني ما في الشرقي، في مطابخ. هي الايام عم نشوف الطعمه كثير بشعه، وشوف بعد انتهاء ما صح الامكانيات يعني متواضعه، بس ولكن كل شيء صنع بحب فبيطلع اكيد بيرفكت. خلينا نحكي شوي عن تطوير هذا المجال، يعني يمكن كل حدا عم كل حدا طول بالك، المخرج عم بيقول يلا اختموا بدنا ناكل، طول بالك طول بالك. يعني كثير في ناس صارت تشتغل على انه هي تطور كيف بدها تقدم، يعني طبعا. سابقا كان معنا حدا كمان مطبخ مثلا مشهور بلفه اليالونجي تبعه، انه بلفه بيعمل فيه زينه معينه، الخضره كيف بيقسمها. خلينا نحكي عن هذا التطوير ولمستك الخاصه بهذا هو الموضوع. هو ذوق، يعني هدول التفاصيل بياخذوا وقت، يعني تقريبا ما يعادل الطبخه الوصفه. صحيح، هي ذوق، كل واحد هو ذوق، وكل وحده عندها شيء بتحب. لقيتي له اسم لهذا المشروع؟ ارت كوك. حلو حلو حلو. قبل ما نختم بدنا هيك منك يمكن نصيحه اليوم لكل الصبايا اللي صاروا ستات بيوت، هيك مثل ما بيقولوا نصائح عامة، ليكون نفسها طيب بالطبخ، تبلش تعمل شغلات تكون خفيفة وبنفس الوقت تقدر تتميز، تصير مثل ما بيقولوا ست بيت. والله أنا بنصح كل صبية وكل سيدة إن كانت بتعرف بالطبخ ولا ما بتعرف إنه تتدرب، معلش تاخذ فكرة لمستقبلها، لزواجها، لعائلتها. إن شاء الله فيما بعد مثلا ساوت حفلة، ساوت مناسبة، بتلاقي حالها جاهزة تعرف كيف تتصرف. وحتى اللي عنده هالموهبة وحابب يسقلها يقعد تدريب، إعداد تدريب محترف لحتى يصير يدرب. يعني اللي حابب يمتهن هالشغلة أنا بنصح كل حدا يقعد هاي الدورة. بدنا نشكرك كثير مدام رغد على يمكن انه تعبتي يمكن وجبتي هدول الاغراض لحتى نعرضهم، هدول الاكلات الطيبه يلي مصنوعين مثل ما قلتي بكل حب. بدنا نتمنى لك كل التوفيق بهذا المشروع الحلو والمميز. شكرا لك. عفوا حبيبتي. شكرا لك ولوجودك معنا واطفيتي هيك على صباحنا لمسه حلوه. شكرا كثير لك.